هل عليك حفظ البيض في الثلاجة؟ إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان، فإنك سوف ترى الإجابة واضحة، فبالطبع عليك أن تقوم بذلك، لأن عدم القيام به غير آمن، أليس كذلك؟ لكن إن كنت تعيش في أي مكان آخر في العالم، قد يكون هذا السؤال غريبا جدا بالنسبة لك. فلماذا تقوم بحفظ البيض عن طريق التبريد إذا كان يبقى سليما في العادة على درجة حرارة الغرفة العادية؟ في كلتا الحالتين هناك ما يتفق عليه الجميع بهذا الخصوص، ألا وهو أن بكتيريا مرض السالمونيلا الملهمة للأمعاء هو عبارة عن عدوى بكتيرية تضر بشكل كبير بصحة الإنسان وتنتقل بعدة طرق، منها تناول البيض الفاسد. قد تنتقل عبر العدوى لمبايض الدجاج وتلوث البيض حتى قبل وضعه. كما يمكن أن يتعرض البيض المشقوق أو الذي يحتوي على مسامات للعدوى أثناء عملية إنتاجه. حسبا لوزارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن السالمونيلا تحتل المركز الأول بين الأمراض المنقولة عبر الغذاء في الولايات المتحدة، مسببة أكثر من 242 ألف نوع من الأمراض سنويا. ولأنه ليس هنالك من طريقة محددة لمعرفة البيض المتعرض للعدوى، فإن منتجي البيض لديهم سياسات حماية شاملة في مواجهة السالمونيلا في الولايات المتحدة وأستراليا والصين، حيث يقوم المنتجون في هذه البلاد بغسل البيض مباشرة بالماء الساخن، ومن ثم حفظه عن طريق التبريد حتى استخدامه، في حين لا يقوم المنتجون في بقية أنحاء العالم بذلك. قد يبدو أسلوب التخزين هذا آمنا، لكن في الحقيقة فإن غسل وتبريد البيض أو عدم ذلك هما طريقتان للحصول على نفس النتيجة. كيف ذلك؟ إن غسل البيض يقتل البكتيريا، لكنه يزيل تلك البقعة العازلة التي تحمي البيض أمام الكائنات الدقيقة الأخرى، لذلك فهم يقومون بتبريده بعد ذلك من أجل حمايته من هذه الكائنات. أما منتجو البلدان التي لا تقوم بهذه العملية، فهم عادة ما يزودون الدجاج باللقاح لمنع العدوى، لذلك لا حاجة لغسل البيض، الأمر الذي يحافظ على الطبقة التي تحميه من الكائنات الدقيقة، فلا نحتاج أيضا لتبريده. لم يتم حتى الآن تحديد أي من الطريقتين هي الأكثر أمانا، الأمر الذي يوفر على البلدان الفقيرة الكثير من تكاليف التبريد سواء للمزارعين أو للأفراد داخل البيوت. إذا هل عليك حفظ البيض داخل الثلاجة؟ يعتمد هذا على المكان الذي تعيش فيه والمصدر الذي تشتري منه البيض، فإذا كان البيض قد حفظ عن طريق التبريد قبل شرائه، عليك عندئذ أن تحفظه داخل الثلاجة بعد شرائه أيضا. أما إن كنت تسكن في بقية أنحاء العالم، فبإمكانك وضعه في حجرة مؤن دون أن تقلق على سلامته أو سلامتك بعد ذلك.